السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام الآمال المتنوعة. أتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وعواشر مبروكة يا رب. إن شاء الله اليوم بغيت نخدم هاد الرشمة هادي. عندي واحد الخدمة ديال هاد الرشمة هادي، هيا كيف كتشوفوا. هيا أتمنى من الله تكون واضحة. هاد الرشمة نديرها في واحد التوب اللي هويا غوز جلابة. هيا نسطق كيف كتشوفوا. انا غنوريكم كيفاش ناخذوا هاد الرشمه هادي، كيفاش نرشموها وكيفاش نتراسوها في الثوب، ومن بعد غادي ندير معكم طريقه كيفاش نخدموها. اول حاجه شنو كنديروا، كنحتاج ورق اللي فيه، كبر لكم الصوره شويه، كناخذوا ورق اللي فيه الخطوطه كروات صغار. شنو كنديروا، كنجي هنا كنعبر من هنا تقريبا، هنا كنمشي واحد العدد، المهم هنا من هنا لهنا كنطلع واحد جوج ثلاثة تقريبا أربعة، أربعة صال أربعة مربعات. كنجي وكندور هكا هاد الدائرة باش نخدمو داك، نخدمو هاد اللعيبة هادي هنا، نشدو مشا من الطابلات يعني مبقاش عاطي بزاف. من بعد شنو كنديرو، هنا راه غتجينا الحاشية، هنا راه هاد الموديل هذا كيتخدم كيتخدم حتى كتكون السفيفه مخدومه، ما يمكنش لينا نخدموه وديجا هو محلول، يعني خص تكون السفيفه ديجا مخدومه. الحاجه اللي غنجيو هنا في الجنب ديالها، من بعد شنو كندير، كنجي هنا من هنايا غنعبر نحسب واحد 12 مربع ولا 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تقريبا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اتناش تلتاش. نديرو حنايا هاهي اتناش، هاهي من بعد غنجي تاني هنا واحد اتناش، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اتناش. أنا علاش قلتلكم هاد الطريقة هادي، غنخدمو بيها باش غير هاد الشيء راه ما غيبقاش، انا غير الرشمه هادي هنا غير باش نحدد، باش ملي كندير دوك الاشعاع ديال الرشمه ما يجونيش شي فايت شي، يعني خص يكون واحد المقاس، يعني ندير غير دائره اللي باش ناخذ الرشمه. من بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هاي 12 ونجي ثاني ندور بحال هكا. بحال هكا نحيد هاد الزوائد باش ما يعذبونيش. صافي. من بعد شنو كندير، نحسب مثلا شحال عندي من هنا، وحده واحد جوج ثلاثه، هنا راه كاين عندي وحدين فيهم زمرد، وحدين فيهم عقيق مهرس اولا مكركب هنا والمازونا، يعني خصني نفصل هاد لي بارتي هادو بحال هكا. نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يعني تقريبا بحال لي من هنا 8 ومن هنا 8. غنشوف في الوسط، شوفوا شنو اللي عندنا حنايا في الوسط، عندنا خط واحد ديال زمرد، من وراه غنجي ندير هكا تعرجات، ولكن في التراساج هادي راه غنحاولوا اننا نديرو غير خط الوسط افضل باش ناخذوا عليه في العقيق مهرس باش ما يبقاش يبان لنا طلعت خاص. مي انايا غادا نتراسي بالصفر، وخا عندي غوز وغايجي شويه باهت، ولكن من الافضل لانه الا درت الازرق ما غاديش غايجي نتراسي بزاف. من بعد شنو عندي، عندي خط ديال المازونة المثقوبة من الوسط، عندي حداها خط غليظ يعني فيه الخط في العقيق مهرس، موراها عندي خط، موراها عندي خط غليظ، موراها عندي خط، موراها هكا، وهنا غندير خط. بحال هكا نفس الطريقة كنمشيو بحال شميشه هنا، كيف الشواد راه درتو باش يخلينا ما نزيدوش هنا، يعني نبقاو في هاد الحدود هذا
بحال هكا بحال هكا. هذا علاش قلت لكم انا هذا نسطرو لكم بالمسطره بالشيبان. هنا راه خصها تجيني هذه في الجنب ديال الرشمه، هذا هو الحد ديال الرشمه هو هذا بحال هكا، يعني خصها تجيني هكا. دابا انا نقطع هاد الورقه وغدا نحطها في الثوب باش نتراسي عليها. من بعد انا هنا حطيت الثوب قطعت الرشمه ديالي عندي هنايا الا جيتو تشوفوا راه ما غاديش يبان. المهم ها هي باينه، يعني هنا راه غيجي تقريبا هاد الشعاع تقريبا بحال هنا، يعني خص يكون دوك الرشمه تفاوتيني على بعضياتهم ما يجوش مقادين في الرشيم. غنبداو ناخذ اول جهه هي هادي، نجي نحط بابيي كربون هو الاول على جنب، نجي نحط الرشمه ديالي. انا راه هبطت هنايا ب 10 سنتيم، خصني نهبط ب 10 سنتيم بحال هكا على حساب الخدمه ديال والطيحه ديال القب، يعني باش ما تجيش ما تجيناش رشمه مضرقه بحال هكا. وغادي نجي نتراسي بحال هكا، هذه شويه انا ما بغاش ندير بابيي كربون ازرق هكا، ونجي ندير هذا الخط هذا. نجي حتى هنا ندير خط، هنا ما نفوتش خط، كلهم ما نفوتوش فيهم خط، لانه خصنا حنا ما يبانش لنا داك العيب ديال شي يبان لينا داك العيب ديال التراساج. بحال هكا كما كتشوفوا ما يبانش ليكم، ولكن انا ديجا باين لي هنايا باين لي في التوب. من بعد ندوز لافاس الثانيه، هي انني غادا ناخد هاد نحط هكا وغنجي هنا. ها هو هذا هو اللي عندي هنا تقريبا الرشمه هنا ستكون هكا تقريبا بحال النص ديال هاد الشعاع في النص ديال الاخر كما كتشوفوا. نجي دابا ثاني هنا ونحط البابيي كربون ديالي بحال هكا، خصني ها هو الشعاع هنا، يعني هنا خصها تكون عندي الرشمه. نحط شوف البلاصه اللي باقي فيها نبدا بزاف، نحط البابيي كربون، نجي نحط الرشمه في ديك النقطه اللي انايا علمت فين غتجيني لافاس الثانيه بحال هكا بحال هكا. وغادا نجي وغنطراسي عاوتاني الرشمة ديالي بحال هكا. انا نخدم جهة والجهة التانية راني غندير معاكم فيديو ان شاء الله. شوفوا كيفاش كتجي الخدمة ديالو، الخدمة ديالو سهلة ماشي صعيبة بزاف. ممكن نوريكم انا بالنسبه لي انا كنورك لانه عندي اللون صفر سي كل لون واضح. انا دابا غندير حدايا الرشمه باش نعرف كل حاجه فين غتجي، يعني هنايا زمرد، هنايا مثلا موزون او العقيق مهرس، يعني داك مكركب مدير او مهرس،
وغدا يعني خصني باش نعرف الرشمه. انا دابا درت غير خطوطه باش ما يجيش داك العيب ديال البابي كربون. انا بالنسبه لي درت صفار ما كاينش ما كيبانش بزاف، يعني كيف ما انني غدا نخدمه ما يبانش العيب على حسب اللون مفتوح. ولكن اللي ما عندوش عنده زرق تقدروا ديروا زرق وما توركوش بزاف، وحتى في الطراساج غديروا غير خطوطه هكا باش ما يجيكمش العيب ديال البابي كربون باين. هذا هو فيديو اليوم، واللي عجبو الفيديو يشارك في القناه ويعمل لي جيم، واللي عنده شي تساؤل يخليه لي في لي كومونتير. وانا يا ان شاء الله راه مازال كيف ما نخدم شي بياسه ندير معكم البياسه اللي غنخدم، يعني شي بياسه تكون يعني مازال ما نزلتهاش في القناه نشاركها معكم ان شاء الله بطرق لي مبسطه وسهله، ويمكن لاي واحد يديرهم، يعني قد مبتدئ قد محترف. وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا على المتابعه وشكرا على الدعم ديالكم.